سابقا بأن ما اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأساس هو إيجابي، ولكن هناك بعض النقاط، وهنا أيضا الأخبار تتواتر من حماس والجهاد الإسلامي تقولان بأن الرد يضع الأولوية لمصلحة شعبنا وضرورة وقف العدوان بشكل تام والانسحاب من كامل قطاع غزة. إذن على ما يبدو بأنها ملامح من شكل رد حماس على المقترح الأمريكي أو الصفقة الإسرائيلية. حماس والجهاد الإسلامي تقولان بأن الرد يضع الأولوية لمصلحة شعبنا وضرورة وقف العدوان بشكل تام والانسحاب من كامل قطاع غزة، وهي المبادئ الأساسية التي لم تتغير بالنسبة لحركة حماس في هذا